هو خالد، واحنا اثناء مرورنا لقينا بعض الشكاوى الفرديه من اهالينا اللي موجودين في اسمرات واحد واثنين، يعني مثلا بعض اعمال الصيانه، ان في ادوات صحيه ساعات بيحصل منها تسريب، المطر ما بيحصل وخاصه الاماكن العلويه، الناس بتشتكي برضو ان الحاجات الخدميه وخاصة الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة بتغلق بدري الساعة 9 ونص أو 10، وهم بيحتاجوا حاجة بيطلعوا خارج المدينة. بعض أهالينا بيشتكوا إن القيمة الإيجارية، هم الناس محدود يعني معدوم الدخل وبيدفعوا إيجار النهارده 300 جنيه، وفي ناس قالوا لي وصل لغاية 500 جنيه، هي 300 ولا 500؟ 300. طب ال 300 جنيه مع واحد معدوم الدخل، هي صحيح يعني بالنسبة لبعض الناس مش قيمة، هي ثمن غدوة، لكن في ناس اللي هي ما لهاش دخل خالص، هل ده نقدر يبقى في تعاون مع وزارة التأمينات بـ 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 يعني بتخفيف المعاناة بالنسبة لأهالينا الموجودين هناك، على أساس إن هم ما يلجأوش للعشوائية وما يلجأوش للأعمال البلطجة وما يلجأوش للشغل العشوائي أو الأعمال التخريبية؟ هل في تنسيق بين صندوق العشوائيات وبين التأمينات في رفع المعاناة على أهلنا؟ بص، يعني طبعا سؤال طويل قوي، فناخد الجزء الاخير اللي هو بتاع ما هناخده بالنسبه للشكاوى بالنسبه للصيانه واعمال على الموضوع بتاع ال 300 جنيه ده، كان حصل مناوشات قبل كده وتظاهره من النساء هناك في المنطقه، تمام، بيطالبوا لان هم بقالهم فتره طويله ما دفعوش ال 300 جنيه. 300 جنيه مش قيمه ايجاريه، 300 جنيه تاخدها المحافظه عشان تعمل بيها الصيانه والامن والقمامه اللي بتتلم من الشقق دي على مستوى المدينه كلها. تمام. والرقم ده عايز بس الناس لازم نفهم حاجه، اهالينا في المناطق العشوائيه مش معدمين، في فرق بين المعدم والقاتم في المنطقه العشوائيه، هو مش انسان معدم، هو انسان بالبلدي كده كسيب بيعمله في الحرف والمهن، راجل بيعمل. يمكن المراه في المناطق العشوائيه نسبة العمل في المناطق دي للمرأة اعلى بكتير من الراجل كمان، تمام، والابناء برضو بيعملوا، فهو دخول الناس دي مش تصل لحد المعدمين. و300 جنيه اللي هي تعني 10 جنيه في اليوم، تعني 10 جنيه في اليوم مش رقم دلوقتي بالنسبة للحياة وبالنسبة اللي احنا عايشينه، لكن دي هتحافظ على المجتمع اللي هم عايشين فيه لسنين طويلة جدا. عمال الصيانه، عمال الصيانه، حاجه ان الناس بتوع القمامه بيمروا مرتين في المدينه، ما اعتقدش ان احنا حد فينا ساكن بتاع القمامه بيمروا مرتين في الاسبوع او ثلاث مرات في الاسبوع. طيب بالنسبه لاعمال الصيانه والاعمال الخدميه اللي هي بتقفل بدري؟ لسه بقى بالنسبه للمضامن الاجتماعي ده فعلا في حالات بتدرس، ان فعلا اكيد في حالات وفي ناس معدمه، تمام، بتدرس الحالات دي، وهو لو فعلا من الدراسه يعني الساهل اثبتت ان ما يقدرش يدفع هنساهم الموضوع، هتساهم، دي حاجه مقضي عليها اساسا يعني. بالنسبه للموضوع الخدمات، هو طبعا ان الخدمات بتقفل الساعه 8 9 او 10 ما هوش بدري قوي، يعني ممكن الناس تشوف احتياجاتها من الموضوع، لكن احنا عندنا في المرحله الاولى والثانيه في الاسمرات عندنا 293 محل، دول خلاص كان مأخرين تفتحهم للتنميط وتشطيبهم على حساب المحافظه، ودول هيطرحوا على طول ناس عشان يفتحوا محلات، هتزود طبعا 293 محل مش حاجه قليله جدا، تمام، في المنطقه، غير ال 183 محل الموجودين في المرحله الثالثه اللي اتفتح قريب جدا، غير كذا منفذ بيع كبار حضرتك شفتهم النهارده اكيد، منفذ بيع اللي جنب المسجد وجنب الكنيسه هناك، تمام، فدي خدمات هتفتح جديده، وهتبقى يعني نقدر نقول ان هي هتعمل طفره كبيره قوي في المنطقه، فدول هيتفتحوا فعلا قريب، ولازم اعترف فعلا في قصور في الخدمات، اذا ما اعترفتش ان في قصور في الخدمات ومش مكفيه ان احنا فعلا دلوقتي عندنا اكثر من 10500 اسره ساكنين في المنطقه. لسه المرحله الثالثه لما تفتح كمان. لما تفتح كمان عندنا 18500 اسره في المنطقه، فطبعا ده 100000 نسمه هيبقوا موجودين في مدينه سؤالنا الاخير.